اتحاد شمال أفريقيا أعلن إقامة مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب تحت 20 عام في الفترة من 12 حتى 27 نوفمبر المقبل في القاهرة. اختتم نادي الزمالك تدريباته على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي استعدادا للقاء الشرطة الكيني في إياب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وعقد البرتغالي جوزيه غوميز المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين طلبهم فيها بضرورة التركيز استعدادا للمباراة من أجل تحقيق الفوز. منتخبنا الوطني المصري للناشئين لكرة اليد فاز على منتخب غينيا بنتيجة 46-22 وده ببطولة أمم أفريقيا في نسختها الـ20 للناشئين لكرة اليد واللي بتستضيفها تونس خلال الفترة من 19 ولغاية 26 سبتمبر. البطلة المصرية نوران جوهر تأهلت للدور النصف النهائي ببطولة باريس وفازت نوران في ربع النهائي على الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 35 دقيقة. فريق موناكو الفرنسي حقق الفوز على فريق برشلونة الأسباني بنتيجة 2-1 في المباراة واللي أقيمت بينهم في فرنسا ضمن منافسات مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-2025. فريق أرسنال الإنجليزي تعادل سلبياً مع فريق أتلانتا الإيطالي في إيطاليا وده في إطار مباراة الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-2025. فريق أتلتيكو مدريد فاز على فريق ليبزيغ الألماني في المباراة اللي جمعتهم على ملعب متروبوليتانو وده ضمن مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال اللي بتنظمها الجديد. فريق بايرن ليفركوزن فاز على فريق فيرنورد الهولندي بنتيجة 4-0 في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-2025. بكده مشاهدينا تكون خلصت نشرتنا الرياضية.